ايه يا كوتش؟ كله تمام، صاحبك شغال معانا وبكل حماس، ده حتى عنده بنت تاني عايز يجيبها تشتغل معانا. عارفها كويس جدا. المهم عشان انت هتشغلها له، ها؟ اوعى يعرف ان انت تبعي او ان انت ليك علاقه بسفريه سفاجه. عيب يا ريس، ده انا تلميذك. مع الف سلامه. اوامر يا ريس، اوامر اوامر. فعلا يا فندم، الدكتور وسيم مشارك بنتي في الرسالة بتاعتها. تقصدي ايه بكلمة دي سعيدة؟ قصد كل حاجة، هو مشاركها في كتاباتها، مشاركها في الخناقات الزوجية اللي كانت بتصورها وبتكتب عنها. أنا شفته بعيني وهو بيحذف وبيديب حاجات كتيرة جدا من عنده. يعني ما استغربتيش لما عرفت إن هو طلب منها نص رسالة في نظير الخلع؟ هو أنا في الحقيقة استغربت في الأول، بس بعد كده رجعت قلت لنفسي من حقه، هو شاركها في رسالة الماجستير بتاعتها، يبقى من حقه كمان يشاركها في النجاحات المترتبة على رسالة الماجستير دي. الدفاع يحب يسأل الشهادة في حاجة؟ سعادتك هسأل أقول إيه؟ هي سابت حاجة ما قالتهاش، وبعدين بعد إذن سعادتك الشاهدة تبقى والدة المدعية، يعني الحمد لله مش حد غريب. محامي المدعية يحب يسأل الشهادة في حاجة؟ لا تمام سعادتك. الشهادة تفضل. الشاهد الثاني زعربان ابراهيم زعربان. زغربان بالغين يا فندم. اسمك وسنك ومهنتك. زغربان ابراهيم زغربان. السن يا فندم 55 سنه ميلاديه. المهنه استاذ جامعي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. بصفتك انك كنت المشرف على رساله الدكتوره مريم، تقدر تجزم ان الدكتور وسيم ساعدها في تحضير الرسالة ويعتبر شريك فيها؟ لا لا، أنا ما أقدرش أجزم بحاجة خطيرة زي كده، بس أنا أقدر أقول إيه اللي أنا شفته. وإيه اللي شفته؟ قبل ما أناقش الرسالة بتاعت الدكتوراه، الدكتور وسيم ده كان بيقعد معايا أكتر من الدكتورة مريم، واندهشت إنه حافظ كل كلمة في الرسالة، وليه بعض الملاحظ اللي إحنا ناقشناها مع بعض، ملاحظ مهمة جدا. أنا أعتقد إن هو أضاف الجانب النفسي لأنه طبيب نفسي. والمدهش بقى ان الملاحظ بتاعته كانت موجوده في كل باب. وما سالتش الدكتوره مريم عليها؟ سالتها وكانت مكسوفه انها تقول لي ان التعديلات دي بتاعت جوزها. تقصد انها نسبت التعديلات دي لنفسها؟ ايوه. وانا قلت لا يا زغربان، لازم تواجهها بالحقيقه عشان تعترف. وبعدين قلت انا مالي هي وجوزها مسائل عائليه، انا هدخل نفسي ليه في الموضوع؟ والتعديلات دي تمثل قد ايه بالنسبه للرساله؟ هي في البدايه كانت تعديلات بسيطه ملهاش اي معنى، وقعدت تزيد لغايه لما بقت في كل الابواب تقريبا نص الرساله. لا من الجانب النظري بس حضرتك، لكن في الجانب العملي انا معدي النص بكتير. تقصد ايه بالجانب العملي؟ الجانب العلمي سعادتك، اللي هو الخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في وجود الدكتوره، والخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في غير وجود الدكتوره، والتقارير اللي كنت بكتبها عنها، والتحليلات النفسيه اللي كنت بعملها عن الازواج في سنه اولى جواز. سيدي القاضي، حضرات المستشارين. حاضر سيادتك يا فندم، ده كشف باسماء الازواج اللي الدكتور وسيم صور ووثق الخلافات بتاعتهم، وسعادتك هم كلهم مستعدين يجي يشهدوا معانا. تؤجل القضية لجلسة 7/4 لحين استماع بقية الشهود. الشهود كلهم شهدوا في صفي. مع ذلك مش قادر أحس إني فرحان. مش يمكن تكون خايف تكسب القضية وتطلق مريم وتخسرها قصاد نص ماجستير أنت مش هتعمل بيه حاجة؟ ويمكن أكون خايف نتصالح ونرجع لبعض وألقى نفسي مش قادر أنسى اللي عملته فيا. وجايز تكون هي ندمانة على غلطها. مش لو هتعترف إنها غلطانة الأول؟ مش يمكن تكون بينها وبين نفسها عارفة كويس قوي إنها غلطانة؟ بس هي بقى مستنياك تروح لها وتقول لها أنا آسف، أنا عايزك أنتِ، ومش عايز نص نصيبي في رسالتك. لا مش هقدر أعمل كده.
بس انت نفسك تعمل كده. ليه بتقولي ده؟ عشان اعرفك كويس. عارفك اكتر ما انت عارف نفسك واكتر ما يفهمك. استني، رايحة فين؟ هسيبك تفكر في اللي انا قلته لك. انا عمال اتكلم من الصبح عن نفسي، ومفروض ان انت اللي جايه علشان تفضفضيني وتستريحي. لا، انا استريحت لما انت فضفضت. طب الزياره الجايه انت؟ الزياره الجايه بقى انت اللي هتيجي تقولي عملت معاها. سامح قال لي ان حضرتك تعبان بسببي، انا اسفه. جاي تطبي خاطري ولا هتصلحي غلطك في حقي؟ هصلح غلطتي. هتسيبي شريف؟ هتجوزه رسمي وبموافقتك. مش موافق. لا حضرتك موافق، بس خايف من المشاكل مع وليد. وليد جايز يكون عنده مشاكل كتير قوي، لكن مفيش راجل في الدنيا يوافق ان اخته تتجوز بالشكل ده. طب لو جبت لك موافقه وليد؟ ازاي؟ مش مهم بقى التفاصيل، لو وليد وافق حضرتك هتوافق؟ مش عارف. هتوافق عشان حضرتك بتحبني وعارف ان شريف بيحبني وانا ماليش غيركم. تعالي اتفضلي. ايه رايك في الفيلا؟ حلوه جدا طبعا، دي تحفه. تحفه ايه بس؟ مش تستني لما تشوفي الدور اللي فوق على الاقل عشان تقولي رايك كامل؟ طب انت عايز رايك ايه؟ مش احنا اتفقنا خلاص هتشتغلي معايا؟ دي يا ستي تعتبر اول حاجه هستشيرك فيها، وبصراحه الفيلا دي معروضه عليا، بفكر اشتريها. بس هي محتاجة شوية توضيبات وتشطيبات وكده يعني. هي سعرها كويس؟ جدا، لقطة. لا خلاص ما دام لقطة اشتريها طبعا. برضه تتسرعي. مش ثانية لما نشوف بقيتها، نشوف الجنينة ونشوف البسين. بس على حسب. طيب هو أنت هتاخدها استثمار؟ خدها عشان أتجوز فيها. مش أنت يا ستي كنت قلتي لي إن إحنا ما ينفعش نتجوز غير رسمي؟ وما قدرتش. واديني دلوقتي قدرت، عشان اكتشفت اني ما اقدرش اعيش من غيرك. وبعدين بصراحه يعني المشكله عندي ان كان عندي عقده من الجواز عموما، بس انا دلوقتي خلاص انا رفعت الرايه البيضاء وبرفع لك ايدي اهو وسلمت. قصدك ايه؟ لا كل ده ومش فاهمه؟ بص يا ساره، خدي لي ميعاد من ماما، ولو وافقت تجوزك ليا الفيلا دي كلها هتبقى معارك. كنت مع مراتي في اوضه النوم ليله الدخله، لقيت ابويا بيخبط علينا ومعاه قايمه العفش، قلت له مش وقت حمايه، الصباح رباح. قال لي مش هتلمس بنتي قبل ما تمضي على القايمه. مسكت فيه وطقشته في بنته وطلعنا على الفجر. هايل، الف مبروك. قول لي يا استاذ الهام، مين اللي صور الخناقه دي؟ الاستاذ ده. انت متاكد؟ طبعا متاكد، اصله جالي بعدها مرتين وقعد يسالني ويكتب اجاباتي، وقال لي ان هو بيعمل بحث في الخناقات الزوجيه. طيب والمدام ما تفتكرش انك شفتها قبل كده خالص؟
لا والله، اصل انا من ساعه ما طلعت مرات ليله الدخله وانا جت لقعد من نسواني الدنيا كلها. شفت سعادتك؟ ده خامس زوج بيثبت ويؤكد انه عمره ما شاف الدكتوره مريم ولا سمع عنها قبل كده. مما يؤكد ان موكل الدكتور وسيم هو المسؤول الاول عن توثيق وتصوير 70% او اكثر من الرساله التي هي موضوع الماجستير. الدفاع يحب يسال الشاهد في حاجه؟ شكرا يا فندم. الشاهد يتفضل. شكرا. المدعيه لها تعليق على شهاده الشهود في جلسه النهارده؟ حضرتك مش معنى اني ما شفتهمش او ما حضرتش الخناقات الزوجيه يعني ابقى ما تعبتش بعد كده في تحليلها ودراستها ومناقشتها في الرساله بتاعتي. انا كمان تعبت في الدراسه دي وكنت بشرح لك الدوافع بتاعه الازواج في الخناقات وفي الطلاق واللي ذبحوا بعض في اثناء سنه اولى جواز. وهو معنى كده ان الرساله تبقى بتاعتك؟ انا ما قلتش انها بتاعتي، انا قلت ان انا مشارك فيها. ايوه بس انا اللي ناقشتها ونجحت فيها. وانا لو كنت ناقشتها بدل منك كنت هنجح فيها. انت بتقول ايه؟ أنا بقول سعادتك إن أنا لو كنت ناقشت رسالة الماجستير دي بدلها فكنت هنجح فيها. آه والله، أنت فكرة؟ نؤجل القضية لحين مناقشة المدعي عليه في رسالة المدعية على أن تشجل لجنة مناقشة الرسالة من الأساتذة أنفسهم الذين ناقشوا المدعية فيها ومنحوها عنها درجة الماجستير. هو حضرتك بتقول إيه؟ هو حضرتك عايزه يناقش الرسالة بتاعتي؟ وخايفة ليه؟ ولو سقط مش هيبقى له حق فيها أصلا. لكن لو نجحت يبقى مش هتخلعك لغاية ما ترجع لك نص الرسالة. اتفضل، مها مضت عقد سكاي توب. بجد؟ برافو. بجد برافو. برافو على مين فينا؟ عليك انت طبعا، انا ما عملتش اي حاجه المره دي. لا ما انت هتعمل، هتديني بقى الكوميشن بتاعي زياده عن كل مره. اكيد. ما انت شاركت في كل حاجه. وبصراحه بقى انا طمعان في شراكه اكبر شويه. جوزيني. يعني شكل الواحد تسرع شويه. عايز تتجوزني ليه علاء؟ عايز تثبت لنفسك ان انت تقدر تعيش من غير مها؟ جايز. وبصراحه حاسس بالوحده، وحاسس ان اتجوزنا ده ان احنا هنقوي بعض على مها؟ على كل حاجه. هتطلب ايدي منها؟ لا طبعا، ما ينفعش نعلن جوازنا. لا الفكره ان هي لو عرفت ان انا وانت متجوزين هي هتفهم ان مصالحنا واحده، فهيبقى العين علينا فهتفهم اللي احنا بنعمله. ها؟ سيبني افكر شويه. براحتك. فكري براحتك. بس ما تاخريش في الرد عليا. ماشي؟ فكرتي؟ اكيد لا. ماشي خدي وقت. مفاجأة يا دكتور مش كده؟ أنا ما جاش في بالي أبداً إن القاضي يوصل للحل ده. كده بقى المحكمة هتخاطب الجامعة بشكل رسمي عشان مناقشة. ماشي يا دكتور، أشوفك بكرة. سلام. شايفاكي فرحانة يعني. وأنتِ ما عرفتيش اللي حصل في المحكمة ولا إيه؟ اللي حصل في المحكمة يخليكي تزعلي مش تفرحي. ايه اللي خلاك تقولي كده؟ يعني لو جوزك نجح في مناقشه الماجستير هيبقى شريكك رسمي. يا سلام، هو انت فاكراها سهله كده؟ ده لو قعد يذاكر سنتين قدام برضه هيفشل. مش يمكن ربنا يثبته ويقويه عليهم؟ هو انت يا ماما معايا ولا معايا؟ معاكوا انتوا الاثنين، وعايزاكي تلحقي ترجعي له قبل ما نص الرساله يروح منك. ده هو بقى اللي قايل لك تقولي الكلام ده صح؟ عشان خايف لا يفشل واخلعه. محدش بيقول عليه هيفشل غيرك، كل الناس معايا. افتح الفيسبوك وبصي على التعليقات. ولعينك بقى كده كده جوزك كسبان القضية دي من قبل ما ترفعي عليه. طبعا الرئيس بتاعك ورالك الفيديو اللي اتصور لك وقال لك ان انا اللي جبته له.
اه طبعا شفت الفيديو، امال ايه؟ بس احب اقول لك ان الفيديو ده مش هيفيدك في حاجه، عشان انت ما عندكش اذن من النيابه بتسجيله. ومين قال لك ان انا اللي صورته؟ وبعدين يا وليد بيه، هو لما بيحصل مشكله في مكان ما مش بيرجعوا الكاميرات المراقبه؟ ولا بيقولوا لها ما كانش عندها اذن بالتصوير؟ واضح ان انت لسه صغير قوي على الجيم اللي بتلعبه معانا. طب ما تيجي نكمله للاخر ونشوف مين الكبير ومين الصغير. وماله؟ بس واضح انك ناسي انا بشتغل ايه ومركزي ايه. صدقني مش هتعرف تعمل معايا حاجه. انت عارف ان مركزك ده هو اللي مخوفك، طول عمرك بتتحامى فيه، دلوقتي بقى نقطه ضعفك يا وليد بيه. بتجيب من الاخر وتقول لي عايز ايه بالظبط؟ انا مش عايز اقول لك حاجه، ومش عايز حاجه من حد زيك. كل اللي تقدر تعمله دلوقتي انك تبعد عني انا واختك، والا هسلم الفيديو ده للسوشيال ميديا. وما ادراك بقى من السوشيال ميديا. اوعى تكون فاكر بقى ان الفيديو اللي معاك ده هيخوفني منك. الفيديو اللي معاك ده تبله وتشرب ميته. اوعى تكون فاكر انه هيحميك مني. مش يمكن يكون بيحميك انت مني؟ ولا مصبرني عليك لحد دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ الفيديو اللي معاك ده بقى ترميه في البحر. واختي اللي انت رحت اتجوزتها من ورانا دي هتطلقها وقريب قوي وغصب عنك كمان. ماشي؟ الكلام اللي عندي خلص. عيسى، ايه يا ابني رحت فين بعد الفطار؟ اقعد. عامل ايه؟ لسه تعبان في الشغل معانا؟ بصراحه ما كنتش عارف ان انا هشتغل ورديتين وبنفس المرتب، بس عادي مقدور عليه. انا بس كنت عشمان ترد عليا في موضوع جارتي اللي كلمتك عليها. هي جارتك بس؟ بصراحه بنحب بعض، بقالنا كتير قوي مرتبطين، يعني نفسي نتجوز واجيبها تعيش معايا هنا. طب يا معلم خلص بس انت الحسابات اللي في حجرك بقالها 3 ايام دي، وانا عندي بكره قاعده مع المدير ممكن اخلص لك موضوع صاحبتك. وانا مش مأخر الحسابات دي بمزاجي، الاوراق والفواتير اللي جابوها ما تخشش دماغ عيل صغير. مش هيعرفوا يجيبوا غيرها. وبعدين انت خايف من ايه؟ انا اللي هراجع. يلا خلص قهوتك وحصلني على المكتب. انت قلت لي صاحبتك دي معاها ايه؟ بكالوريوس تجاره. طب يا معلم ممكن تشتغل معانا في الحسابات. يعني منصور نفسك ما تهفكش غير على الكنافة؟ ماما ياسر عايزك تحددي له ميعاد عشان يطلبني رسمي. عايزة عايزة في اللي مكفيه. لسه قافل معايا من شوية وعرفت إن عنده مشاكل كتير قوي في شغله الجديد. يا سلام، هو عشان عنده مشاكل تروح تتجوزي غيره؟ بالعكس يا ماما، أنا بس مش عايزة أزود مشاكله أكتر من كده، مش عايزة أدفعه تمن حبي ليه. أنت لو بتحبيه بجد ما تروحيش تفكري في اللي اسمه ياسر ده. يا ماما ياسر هو اللي مش عايز يبطل يفكر فيا. زي ما يكون ربنا زرع حبي في قلبه عشان ينجدنا من الفقر اللي احنا فيه ده. لا ما تحججيش بيا، أنا عن نفسي راضية بنصيبي اللي ربنا قسمه لي. وأنا بقى ما عدتش مستحملة نصيبي ده أكتر من كده. ولا عدت مستحملة الذل اللي ربنا خلقني فيه من ساعة ما اتولدت. يا بنتي عقلي، انت بعد ما تتجوزي وتشبعي من فلوسه هتجري تدوري على عيسى عشان ده اللي انت حبيتي بجد. ما بقاش من حق احب واتحب يا ماما، ولا بقيت عايزه اي حاجه من الدنيا دي غير اني اعيش بكرامتي. انا مش عارفه الراجل ده وعدك بايه غيرك كده. طبعا
يستغل سفر عيسى عشان يلعب في دماغك، صح؟ طيب انا هقول ان انت مستنياه يوم الخميس الجاي. يا بنتي يا بنتي، اهله مش هيرضوا يتجوزوكي ليه؟ هتدخلي في حرب ما انتيش قدها. انا ماليش دعوه باهلي، هو اللي هيحاربهم لو عايزني. ها ايه رايك؟ انا جبت العمال يشتغلوا زي ما اتفقت معاكي بالظبط. بسرعه كده؟ لا طبعا بسرعه، عشان بس تعرفي ان انا بحبك. ها بصي بقى يا ستي، في حاجه كمان. ايه ده؟ يا رب تعجبك. دي الماس حلوه. ايوه بس احنا ما اتخطبناش لسه عشان تجيب لي شك. مين قال لك بقى ان دي شبكه؟ دي تقدري تقولي كده ان هي هديه بسيطه عشان اثبت لك قد ايه انا بحبك، بس بطريقتي. لو هيبقى عندك مشكله ما تلبسهاش دلوقتي قدام مامتك ولا قدام اي حد، بس خليها معاكي. طيب عموما انا قلت لماما ان انت عايز تتجوزني، وهي ان شاء الله هتستناك يوم الخميس الجاي. طيب كويس جدا، وانا هستعد من دلوقتي. ما تفرحش قوي كده، هي اصلها مش مبسوطه يعني، وجايز تقرب لنا الجوازه. ما تخافيش، انا هعرف ازاي اقنعها بطريقتي. مين الغلس اللي بيتكلم دلوقتي؟ ايه؟ مش هتردي؟ لا اتفضلي. أستاذ عيسى. فندم. عزيز الدهشان محامي نعيم دنقل. أهلا وسهلا. طبعا حضرتك مستغرب إن أنا جاي لك لحد هنا، هنعمل إيه؟ حضرتك سافرت في الوقت اللي إحنا كنا محتاجينك فيه. مش فاهم. نعيم اتحدد له جلسة بعد أسبوعين من دلوقت، والنيابة هتستدعيك للشهادة قدام المحكمة، وطبعا وكيل النيابة عايزك تقول كل اللي أنت قلته في تحية الشرطة ومحاضر النيابة. أكيد. لا مش أكيد طبعاً. نعيم هيديك نص مليون جنيه وتغير أقوالك. أستاذ عيسى هتتكلم هتخسر نعيم، هتسكت هتكسب الفلوس. ده غير إن هتبقى قدامك فرصة إنك ترجع تاني تشتغل مع نعيم بعد ما يخرج براءة. وأنت فاكر إن هو هيخرج براءة؟ طبعاً. ما كنتش جيت لي. اوعى تفتكر ان شهادتك ضد نعيم ممكن تسجنه. لا لا. ده بكتير بكتير خالص تعطل اجراءات الافراج عنه. وهو بقى عايز يخلص من العطله دي بنص مليون جنيه. اكتر من كده هيبقى اوفر يا استاذ. وعايز نروح المحكمه اقول لهم ايه بقى؟ انا رجعت في كلامي ولا ما شفتش حاجه؟ لا طبعا. انا مجهز لك كل الكلام اللي انت هتقوله. اللي هيبرأ نعيم واللي هيبان قدام المحكمة إن أنت ما رجعش في كلامك. ما شاء الله، أنت مجهز كل حاجة بقى. شغلتي. فكر براحتك. أنا بايت معاك في نفس الأوتيل، وحاجز لك معايا في نفس الطيارة اللي راجعة القاهرة بكرة. سلام. سلام. ياسر بيه. اهلا. هو سعادتك ما تعرفش ان عيسى ابني مسافر؟ لا انا عارف. امال طالع لمين؟ هو هكون جاي لنا؟ اكيد لا، بعد اذنك عشان مستعجل. مساء الخير. مساء النور. أنا ياسر الشغربي. أهلا وسهلا، تفضل.
شاي. تسلم ايدك. هي في مامتك كل ده؟ زمانها جاي. طيب مش عارفة هي ويالي على ايه ولا ايه اللي هيحصل؟ بص هي بقى لها يومين ما بتكلمنيش. ربنا يطمنك. ماما. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ياسر بيه يا ماما، اكيد طبعا عارفاه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سارة كلمتني عن حضرتك كتير جدا، وبصراحة بحسدها ان هي عندها ام عظيمة زيك. كتر خيرك يا ابني. ربنا يخليك، وكمان فرحت جدا ان حضرتك وافقتي تقابليني النهارده. بصي يعني شغلي في البيزنس علمني ان انا ما اضيعش وقت خالص. انا جاي لحضرتك النهارده عشان اطلب ايد ساره. طب ايه يا ماما ساكته ليه؟ انت عاوز تتجوز بنتي؟ ايوه طبعا، بكل الشرف. بس احنا ناس غلابه زي ما انت عارف. بالعكس، ساره بالنسبه لي اهم واغنى بنت في الدنيا كلها. ما كنتش جيت طلبتها لوحدك. نعم، اصول بتقول كده. حضرتك بس قولي ان انت موافقه، وانا المره الجايه ماما هتكون موجوده معايا. وايه فايده موافقتي اذا كانت مامتك مش موافقه يا ابني؟ ايوه، وايه اللي خلى حضرتك تقولي ان هي مش هتوافق؟ كانت جت معاك. ما انا قلت لحضرتك قولي لي اه، والمره الجايه هتبقى معايا، وكمان هبلغها ان انت عاوزه تشوفيها مخصوص. لا، قولها انك عاوز تتجوز ساره، وان ما ينفعش انك تطلبها لوحدك. شوف هي هتقول لك ايه. عن اذنك. اتفضلي يا فندم. سين، ما هي اسباب الطلاق في السنه الاولى من الزواج كما وردت في الرساله؟ انت نازله فيا يا سين وجيم من الصبح، هي مناقشه رساله ولا تعيين نيابه؟ الله، ما انا لازم اصعبها عليك عشان المناقشه تيجي سهله ان شاء الله. انتوا قاعدين هنا وياسر الشوارب قاعد مع ساره وفاطمه بقاله يجي نص ساعه. انت عرفت منين بقاله نص ساعه؟ ما انا واقف لهم على السلم من ساعتها. ما تعرفش جاي ليه؟ وانا اعرف منين؟ اهو لابس الحته اللي على الحبل كانه رايح الاوبرا، وشايل علبه شوكولاته قد كده. بصراحه انا عيني طلعت عليها. ما هو لو لابس الحته اللي على الحبل ومعاه شوكولاته قد كده يبقى اكيد جاي يتقدم. اوعي تقولي لي جاي يتقدم لساره. امال يعني جاي يتقدم لمريم؟ طب وازاي جه فجاه كده؟ لا ما هو اكيد ما جاش فجاه، اكيد واخد ميعاد. معقوله؟ عايزه تقول ان ساره وفاطمه كانوا عارفين ومخبيين عليا؟ اهدى بس دلوقتي، فهو شويه وهينزل وانا هعرف كل حاجه. اهدى ايه؟ انا هطلع اتشعلق لهم على السلم. يا مانس ما تتهورش. سين، اسباب الخلافات الزوجيه التي تؤدي الى الطلاق. ما بدر يا ياسر، فيه مش كنت تقول لنا انك جاي؟ كنا نبقى في استقبالك. ولا فاطمه قامت بالواجب؟ لا ما تقلقش، فاطمه قامت بالواجب وزياده. شفت؟ شفت وسيم بيتكلم ازاي؟ بس بصراحه عريس زي ما قال الكتاب. لا انا عايز ايه وبتاع ايه؟ دي تبقى مصيبه، مصيبه يا وسيم. ايه؟ عيسى هيرن لي دلوقتي يطمن عليا زي كل يوم، انا مش عارف اقول له ايه. ما تقولوش اي حاجه طبعا. انا خايف اقع بلساني. لا ابوس ايدك، امسك لسانك المره دي. امسكه ازاي بس؟ ده انا بقالي اكتر من 50 سنه مش لاقي له ماسكه. خلاص يبقى ما تردش على عيسى لغايه لما تقعد مع حماتي تفهم منها ياسر ده كان جاي يعمل ايه. جاي يطلب ساره. يخرب بيته، اتجنن في عقله ده ولا ايه؟ والله ما انا عارفه مين فيهم اللي اتجنن، هو ولا هي. ايه؟
قصدك تقول يعني ان ساره وافقت عليه؟ بص يا منصور، انا ما بقتش فاهماها من ساعه ما سابت شغلها في الاتيليه ده وهي مش على بعضها، واللي كمل عليها سفر عيسى. والكلب بقى اللي اسمه ياسر ده استغل الظروف وجي عشان يصطاد في المال عكره.